والرفق نصف العيش. والرفق الرفق الرفق نصف العيش، يعني الاقتصاد. أكلما اشتهيت شيئا اشتريته. ما ينبغي مثل الإنسان يكون عنده رفق فين؟ رفق في المعيشة، الاقتصاد في المعيشة. من حديث ابن عمر عند الطبراني حسن الألباني في الترغيب والترهيب قال عليه الصلاة والسلام: هي 12 خصلة، قال: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه، وثلاث منجيات، كلمة الحق في الرضا والغضب. كلمة الحق في الرضا والغضب، والقصد في الغنى والفقر، اللي هو الرفق مقصود به الاقتصاد، نصف المعيشة فين؟ في الاقتصاد. والخشية من الله يعني في الغيب والشهادة. وثلاث كفارات: إسباغ الوضوء في السبرات، أو قال في الكريهات، ومشي الخطى إلى الصلوات، أو قال إلى الجمعات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال: وثلاث درجات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل، والناس نيام. نعم. وسئل الأصمعي بما نلت ما نلت؟ قال: بكثرة سؤالي وتلقف الحكمة الشرود. أيوة، يعني خليك ملقوف فين؟ في العلم، ما في مانع. بكثرة السؤال وتلقف الحكمة الشرود، يعني الحكمة الشاردة. وصلى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.